بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل محاضرات كورس التسويق لطلاب البرنامج الميكاترونكس والهندسة الطبية. الفصل الثالث، الطلب والعرض وتوازن السوق. طبعا دي محتويات الفصل. هنتكلم النهارده ان شاء الله على موضوع الطلب، ونتكلم فيه على يعني الطلب وخصائصه ومحدداته والعوامل المؤثرة فيه، وهنتكلم على قانون الطلب. لما نيجي نتكلم في الفصل ده هنقول السوق، طبعا اتكلمنا عليه في الفصل الاولاني وعرفناه المكان اللي بيجتمع فيه البائع والمشتري وبتتم فيه عملية تبادل بين المستهلك والمنتج. هنا فيه طرفين في السوق، الطرف الأول هو المستهلك والطرف الثاني هو المنتج أو البائع. الطلب بيمثل الطرف الأول في السوق اللي هو المستهلك، والطلب معناه العلاقة بين الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المستهلكون شراءها من السلعة من سلعة أو خدمة خلال فترة زمنية محددة مع افتراض ثبات باقي العوامل. في حاجتين مهمين يعني بنتطرق لهم هنا، ايه الفرق بين الكمية المطلوبة وبين الطلب؟ الطلب كميات مختلفة عند أسعار مختلفة، لكن الكمية المطلوبة هي كمية معينة عند سعر معين، وإن شاء الله إحنا على نهاية المحاضرة هيبقى الموضوع ده واضح بالنسبة لنا بشكل كبير. الطلب بيقولنا مرة تانية كميات مختلفة عند أسعار مختلفة، وبالتالي هو يختلف عن مصطلح الكمية، لأن الكمية زي ما نقول هنا، فمثلا لو كان التفاح سعره 5 جنيه، لو كان التفاح سعره 10 جنيه، فنقول ان الكميه المطلوبه منه في السوق او في مكان معين هي 5 كيلو، لكن الطلب بيتكلم على حاجه السوق للتفاح خلال فتره زمنيه، يعني اذا كان ب 10 جنيه هنحتاج قد كده، واذا كان بقل شويه بقى ب 8 جنيه هنحتاج كميه اكبر، واذا زاد بقى ب 20 جنيه هنحتاج كميه اقل. اذا هو بيدي المصطلح نفسه بيدي الكميات مختلفة عند أسعار مختلفة، ده معنى الطلب. لكن الطلب لما بنيجي نتكلم فيه بيبقى دايما خلال فترة زمنية محددة، و يعني ساعات مثلا نتكلم على إن شهر رمضان بيزداد فيه الطلب على سلع معينة زي الكنافة والفوانيس والحاجات دي. لو نيجي نقول الكمية المطلوبة في شهر رمضان او الطلب في شهر رمضان، نقول لو كانت الكنافه سعرها كذا هنبقى محتاجين كميه قد كده، لو كانت اكتر شويه هنحتاج كميه اقل، لكن بالتاكيد الطلب على الكنافه مثلا او السلع الرمضانيه بيكون اكثر في شهر رمضان، فما نقدرش نعممه على السنه كلها. الحته الثانيه برضو فكره ان الرغبه في الشراء مش كافيه، ولكن لابد يكون مدعومه بقدره شرائيه. محددات الطلب مقصود بها العوامل المؤثرة في الطلب. لاحظوا ان الطلب هو البائع بيدرس السوق من ناحية الطلب، وبعدين بيحدد الكميات اللي هيعرضها. يعني هو ما يقدرش يقول مثلا ان انا لو الكنافة سعرها ب 500 جنيه الكيلو يبقى هقدر ابيع منها 100 كيلو، ان هو في الحالة دي السعر الكبير ده بالتأكيد هيخلي الطلب عليها اقل، او هيخلي الكمية المطلوبة منها عند الاسعار دي بتكون اقل. فلازم يبقى هو عارف لما نيجي نتكلم مثلا على سوق زي السوق المصري، سعر معين فيه ممكن نحتاج كميات بشكل معين، لو رحنا على بلد اغنى من مصر بشوية يبقى في الحالة دي ممكن يكون نفس السعر اللي هو الغالي واللي الطلب عليه قليل في مصر، ممكن السعر الغالي ده يبقى الطلب كبير، لان هنا عوامل تانية بتتدخل في الطلب. ايه بقى العوامل ديت؟ اول حاجة سعر السلع طبعا، تاني حاجة دخل المستهلك، تالت حاجة اسعار السلع الاخرى، رابع حاجة ذوق المستهلك، خامس حاجة عدد السكان او عدد المشترين تحديدا مش السكان. وبالتالي هي بيحددها فانكشن واضحة اللي هي قدامنا ديت، اللي هي بيقول ان الكيو
اللي هي الكمية المطلوبة يعني، أو اللي الطلب كيو يعني كمية الطلب اللي هي موجود، الكمية المطلوبة فانكشن في بي اكس بي واي تي ام ان، طبعا اللي احنا معرفينهم فوق قدام حضراتكم اللي هو الام اللي هي دخل المستهلك، والان هي عدد المشترين، والتي الذوق بتاعه، والبي واي السلع الاخرى، والبي اكس سعر السلعه، البي واي سعر السلعه الاخرى، والبي اكس سعر السلعه. وبالتالي لو احنا جينا قلنا ان كل العوامل دي ثابته، هنوصل للقانون اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو قانون الطلب، ان الكيو فانكشن في البي، يعني اللي بيحدد الكميه. لو قلنا كل العوامل التانيه ثابته، بمعنى ايه؟ احنا في مكان واحد، المكان ده يعني منطقه، وبنتكلم خلال فتره زمنيه محدده، دخل المستهلكين ما اتغيرش، اسعار السلع الاخرى ما اتغيرتش، اذواق المستهلكين ما اتغيرتش، اعداد المشترين ما اتغيرتش، ايه اللي هيحدد الكميه المطلوبه؟ هيكون هو سعر السلعه بس. وبالتالي بنطلع على قانون اللي هو قانون مهم بالنسبة لنا، اللي هو بيسموه قانون الطلب، ان هناك علاقة عكسية بين سعر سلع معينة والكمية المطلوبة منها مع بقاء العوامل الاخرى ثابت، العوامل الاخرى طبعا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. ومنحنى الطلب بيكون سالب للانحدار، يعني الكمية بتقل مع العوامل الاخرى. طبعا هي علاقة عكسية، يعني احنا لو بصينا فيها ممكن نشوف العلاقة بالصورة اللي هي قدام حضراتكم ديت. يعني احنا عندنا هنا اهو، ادي المنحنى بادئ من عند النقطة دي وبينتهي عند النقطة دي ونازل بشكل منحدر بالصورة دي، ده شكل المنحنى في الأساس، اللي هو عند النقطة ايه كان السعر 5 جنيه، فكانت الكمية المطلوبة 4. لو السعر قل يعني بقى 4 جنيه، عند الكمية اللي هتبقى مطلوبة هتكون ايه؟ هتكون اكتر. لو السعر بقى 3 جنيه هتزيد، وهكذا. لاحظ ادي السعر اهو، لما كان ب 5 جنيه كانت الكميه المطلوبه اللي هي عندنا هنا اللي هي كانت الايه؟ كانت الاربعه. لما السعر وصل ل 2 جنيه اللي هو عند النقطه دي، الكميه المطلوبه اصبحت 7.5. وهنا برضه هي الفكره بتاعت قانون الطلب اللي احنا اتكلمنا فيه. طب ايه هي بقى العوامل المؤثره في الطلب؟ هي المحددات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، عدد المشترين، اذواق المستهلكين، دخول المستهلكين، اسعار السلع الاخرى، وبنضيف عليها كمان حاجه اسمها توقعات المستهلكين. يعني ايه هتعمل ايه دي؟ دي هتعمل تغيير في شكل المنحنى بتاع الطلب. هي تحديدا بتعمل له نوع من الشفت، يا اما لليمين لاعلى او لليسار الى اسفل، لان ده منحنى الطلب. الحقيقه احنا دايما في الدراسه بتاعتنا بنتعامل مع منحنى الطلب ان هو خط مستقيم للتسهيل، برغم ان احنا هناك اتكلمنا الصوره اللي كانت هناك ان هو كان ايه؟ كان منحنى، لكن احنا هنا بنقول لا، احنا هنتعامل معاه كخط مستقيم للتسهيل في الحسابات. فهنا ادي منحنى الطلب في الوضع الاولاني اللي هي الصوره اللي قدامنا ديت، وبعدين اهو هو ده كده كان منحنى الطلب اهو، وبعدين المنحنى ده يا اما يطلع لفوق يا اما هينزل لتحت بالكامل، يتعمل له شيفت. يعني ايه اللي يطلعه لفوق؟ زياده عدد المشترين. بتعمل ايه؟ زياده عدد المشترين هتخلي، لو احنا بصينا هنا للمنحنى ده مره تانيه اهو، يعني هنا كان عند المنحنى ده عند السعر ده كان الكميه المطلوبه هي دي، تمام؟ لو زاد عدد المشترين يبقى عند نفس السعر ده الكميه المطلوبه هتزيد، وبالتالي هتنتقل هيتشقق للشكل ده. نفس الكلام بقى هنا، لو احنا جينا عند اي نقطه من النقط دي، لو زاد السعر هيتنقل كده، ولو قل السعر هيتنقل كده. وبمعنى تاني، لنقص عدد المشترين او زياده عدد المشترين يؤدي الى انتقال منحنى اليمين بالكامل، منحنى اسف الطلب بالكامل الى اليمين من دي الى دي واحد، ونقص عدد المشترين يؤدي الى انتقاله الى اليسار من دي الى دي اثنين. بالنسبة لأذواق المستهلكين هتبقى نفس الكلام، إذا مالت أذواق المستهلكين ناحية السلعة يبقى هو هيتشفت إلى اليمين، وإذا مالت أذواق المستهلكين ناحية آسف إذا مالت ضد السلعة يبقى هينتقل إلى الناحية الأخرى، اللي هو من دي واحد ودي اتنين في المنحنى اللي اتكلمنا عليه. نرجع تاني بقى موضوع جديد، هو موضوع دخول المستهلكين. نفس الكلام، دخول المستهلكين اذا زادت يزداد الطلب على السلع، اما اذا نقصت بيقل الطلب على السلع. لكن لازم نلاحظ ان عندنا نوعين من السلع، سلعه بيقولوا عليها سلعه عاديه، وسلعه بيقولوا عليها سلعه
رضيع. السلع العادية هنقول معناهم كل واحد، السلع العادية هي اللي بيوجد علاقة طردية بين دخل المستهلك والطلب عليها، يعني سلعة كل ما يزيد دخل المستهلك هو هيروح يزود الكمية اللي هو عايزها منها، ودي بيدخل فيها أغلب السلع اللي احنا نعرفها زي اللحوم الطازجة والملابس الجديدة والتلفزيونات الملونة والفواكه وهكذا. لكن طب ايه بقى السلع الرديئة؟ السلع الرديئة مش مقصود بها انها سلع سيئة، ولكن مقصود بها انها سلع رخيصة، بمعنى ان المستهلك لما بيكون معاه فلوسه لو دخله قليل بيروح عليها لان ما قداموش غيرها، لكن لما دخله بيزيد بيقل طلبه عليها. زي مثلا اللحوم المجمدة، اللحوم المجمدة مش شيء سيء، لكن اللحوم الطازجة افضل منها. فلو المستهلك دخله قليل هيروح على اللحوم المجمدة، أول ما دخله يزيد هيسيب اللحوم المجمدة أو يقلل من الطلب عليها ويروح على اللحوم الطازجة، والعكس إذا كان هو دخله كان عالي وبعدين انخفض، بدل ما هيبقى في اللحوم الطازجة يروح على اللحوم المجمدة والملابس المستعملة والسلع المقلدة وهكذا. كل ده بيعني إن عندنا نوعين من السلع، السلع العادية هي السلعة اللي بيزيد الطلب عليها كلما زاد دخل المستهلك، والسلع الرديئة هي السلعة التي يقل الطلب عليها كلما زاد دخل المستهلك. برضو عندنا نوعين ثلاث أنواع من السلع، في حاجة بيسموها السلع البديلة، وفي حاجة بيسموها السلع المكملة والسلع المستقلة. السلع البديلة اللي ممكن تحل محل بعضها البعض في الاستهلاك، ويوجد علاقة طردية بين سعر سلعة والطلب على السلع البديلة، يعني ارتفاع سعر القهوة سيعمل على زيادة الطلب على الشاي لأن الشاي سلعة بديلة. السلع المكملة هي التي لا يمكن استهلاك الواحدة منها إلا باستهلاك الأخرى، زي الشاي والسكر، الكاميرا والفيلم، البنزين والسيارات، كل دول يعني هما بيكملوا، يعني لو زاد سعر البنزين هيؤدي إلى انخفاض الطلب على السيارات، وإذا زاد سعر السيارات هيؤدي إلى انخفاض الطلب على البنزين، ارتفاع سعر الشاي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السكر لو كان الشاي يعني هو الشيء الأساسي، دي بيسموها سلع مكملة. آخر حاجة طبعا السلع المستقلة ملهاش علاقة ببعضها، يعني لا بتزيد ولا بتقل، مش ملهاش ارتباط، وبالتالي مفيش علاقة دي. يبقى عندنا سلع اتكلمنا عليها ان احنا عندنا سلع اللي هي بديلة وسلع مكملة وسلع مستقلة. السلع المستقلة زي الملابس والسيارات، زي الكتب وملح الطعام وهكذا. اللي بعد كده هي توقعات المستهلكين، ودي آخر حاجة. توقعات المستهلكين يعني لو المستهلكين توقعوا ان السلعة هيزيد سعرها، هتبص تلاقي ان الطلب هيقل، لا هيزيد سعرها بعد فترة، فالطلب هيزيد عليها في الفترة ديت، يعني عايزين يلحقوا يجيبوا من السلعة قبل ما السعر بتاعها يزيد. لو سمعهم ان السلعة ديت مثلا بعد 3 شهور او في بداية السنة الجديدة هيقل سعرها، هتبص تلاقي يقل الطلب عليها. ليه؟ لان الناس مستنية ان هو السعر لما يقل ويبدأوا يشتروا منها. في اخر حاجة موجودة عندنا هنا اللي هو موضوع الطلب والكمية المطلوبة. ايه الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة؟ ده هنتكلم عنه يعني بعد شوية كده على الرسم، لكن خلينا نقول مرة تانية ملخص اللي احنا اخدناه. اسباب زيادة الطلب على السلعة: زيادة عدد المشترين، تغير اذواق المستهلكين، ارتفاع دخول المستهلكين، انخفاض دخول المستهلكين إذا كانت السلعة رديئة، وارتفاع دخولهم إذا كانت عادية، زيادة أسعار السلع البديلة، انخفاض أسعار السلع المكملة، توقعات المستهلكين بزيادة دخولهم. أما بقى بعد كده نيجي آخر حاجة موجودة عندنا، هي موضوع الطلب والكمية المطلوبة اللي بنقول عليها. هنا التغير في الكمية المطلوبة هو الانتقال من نقطة إلى نقطة، يعني من نقطة C إلى نقطة B ده تغير في الكمية المطلوبة، من نقطة B إلى نقطة A تغير في الكمية المطلوبة. هنا كانت الكمية المطلوبة 100 وهنا كانت الكمية المطلوبة 120، لكن التغير في الطلب معناه، لما أقول تغير في الطلب معناه إن الكيرف ده كله هيتنقل للإيه؟ للناحية، كله هيتشفت يا لفوق يا لتحت. ده اللي هو بنتكلم عليه اللي هو تغير الطلب. وطبعا في هنا في مثال صغير كده: اذا كانت دالة الطلب السعرية لسلعة ما تمثلها المعادلة ديت، المطلوب استنتاج الكمية المطلوبة من السلعة عند مستويات أسعار محددة. مثال بسيط كده، وفي مفروض في المحاضرة الجاية في أمثلة أكثر تعقيدا، بس احنا حبينا نوري يعني ازاي تحسب الكمية المطلوبة عند كل سلعة من دول. الكمية المطلوبة هنقول 100 ناقص 5 في بي، البي هنا كانت بصفر يبقى 100 ناقص صفر
بتساوي ناقص 5 في 0 اللي هي هتبقى بايه ب 100. 100 ناقص 5 في 5 اللي هتبقى 75 اند سو اون. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الجزء الأول من الفصل ده اللي هو اتكلمنا فيه عن الطلب، وشكرا لكم.